كوروبكو الخبيرة في العلاقات الدولية. سيدة كوروبكو أهلا وسهلا الخير، ما جديد المشهد في أوكرانيا بعد إرجاء التصويت على الحكومة إلى الخميس؟ السلام عليكم ورحمة الله. مساء الخير. بعد تصويت خلال هذه الأيام في أوكرانيا، الحالة أصبحت من سيئة إلى أقصى مؤكدة، لأنه خبراء يقولوا أنه في أوكرانيا تجري ما ممكن نسميها صراع من أجل السيطرة، السيطرة بين القوات المختلفة في أوكرانيا، وهذه القوات لا تستطيع الوصول إلى التنازلات أو إلى قرار الواحد. وهذا سبب الجوهري لماذا التصويت قد تؤجل حتى اليوم الخميس. حتى لكن إذا الشعب الأوكراني يريد أن يعيش في دولة ديمقراطية، لازم إيجاد أساس للتوحد الدولة وتوحد الحكومة. فقط الدولة القوية ممكن أن تكون موحدة. وديت أنا أسألك أيضا، هل يمكن القول اليوم أن أوكرانيا أصبحت ساحة حرب بين الغرب والشرق؟ هذا ما يجري من إجابتي الأولى، أنه إذا الدولة تريد أن تعيش وفقا القوانين الديمقراطية، لازم على نفس من أي تاريخ الشعب الأوكراني كان شاهده. في كل أحوال التركية لما أوكرانيا كانت منفصلة بين الغرب وروسيا، الشعب الأوكراني كان كثير حالة الحياة للشعب الأوكراني كان صعب جدا. فقط لما الدولة الأوكرانية أصبحت مستقلة وموحدة، مهما أي إيديولوجيات، مهما أي اختلافات اللغوية أو دينية في غرب أوكرانيا وشرق أوكرانيا، هذه الدولة ممكن أن تكون قوية فقط إذا هي موحدة والشعب والحكومة يفهموا ذلك ويعمل كل ما في مصالحهم لإيجاد حلول الإيجابية للأزمة. شكرا، كل الشكر الجزيل لك من كييف السيدة يانا كوروبكو الخبيرة في العلاقات الدولية.